يعد شهر رمضان فرصة للتخلص من العادات السيئة والتي تؤثر سلبا على صحتنا، لكن هناك عادات خاطئة في تناول الطعام خلال هذا الشهر يجب تجنبها لتأثيرها السلبي. وللمزيد ينضم إلينا من دبي دكتور سامح القدرة استشاري طب الأسرة. صباح الخير يا دكتور، هذه المرة عبر سكايب. أهلا بك. من غير شر افتقدناك في الاستديو. والله فعلا مفتقدكم جدا. كيف حالك ماما؟ كيف حالك استاذ عادل؟ ان شاء الله تكون بخير. حياك الله دكتور سامح. يعني ما اكثر العادات والسلوكيات الخاطئه في شهر رمضان؟ الناس بتقعد تاكل من الفطور لحتى وقت السحور، فاكرين احنا جمل حنخزن. فهذه هذه العادات كيف تؤثر سلبا على الصحه العامه؟ طيب ممتاز. اولا كل عام وانتم بخير، وان شاء الله كده نلاقي رمضان وكل الناس بخير وصحه وسلامه، ويكون ان شاء الله كده امورنا الصحيه بخير وسلامه. اللي حابب اقوله اولا، هل الصيام فرصه لتعزيز الصحه؟ هل الصيام فرصة إنه ممكن نحسن فيها بالإضافة لأدائنا الديني والسلوكي والأخلاقي؟ هل فيه فرصة إنه صحتنا تتحسن؟ نعم. طب مين ممكن يضيع هذه الفرصة؟ اللي بيضيع هذه الفرصة هي الأخطاء الغذائية أو العادات الغذائية الخاطئة اللي ممكن نسويها في رمضان. قبل ما أبدأ لازم أوضح لكم أنه في دراسات حديثة وأخرها دراسة لسه قريبا ظهرت وضحت أنه الصيام بيزيد من جهاز المناعة في الجسم وبيقوي جهاز المناعة في الجسم بشكل رائع وشكل ملفت للانتباه. بالصيام بنقدر نسيطر على الوزن، نسيطر على ضغط الدم، نسيطر على السكر، نسيطر على الكوليسترول ومستوياته، نسيطر على كثير من المشاكل تبعت الوظائف الدماغ منها الذاكرة وغيره وغيره. كمان فيها تجديد للأنسجة، تجديد الخلايا وغيره. طيب إيش هي العادات الغذائية الخاطئة؟ كلمة خاطئة يعني ممكن تكون من ناحية الصحة وممكن تكون خاطئة لأنه أنا محتاج أثناء الصيام وبالذات في شهر رمضان في الصيف محتاج بعض الأمور اللي ما تزود أو تفاقم علي متاعب أو تعب في رمضان. أهمها مثلاً نيجي عند الإفطار، أول شيء ما بيبدو فيه أصحابنا وإخواننا إنهم بيبدأ بشرب الماء البارد وبكميات كبيرة. طبعاً هذا جداً 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 مضر. شرب الماء البارد مباشرة عند الإفطار بيحفز عصب اسمه العصب العاشر أو العصب الحائر. هذا بيعمل آلام في أو تقلصات في المعدة في الأمعاء وتباطؤ في ضربات القلب. معنى ذلك ممكن يأثر أو يشعرنا بشكل من أشكال الدوخة وأحيانا بيكون الواحد قريب من أنه يغمى عليه. بدي أقول معلومة، الماء لما نيجي نشربه لو شربنا ماء بارد لا يمكن الماء يعدي من المعدة للأمعاء إلا لما تكون درجة حرارته فوق 36، يعني حيظل موجود جوا. ايش معناته؟ معناته الحمضيه اللازمه اللي جوا المعده حتتاثر. ولذلك من اول العادات الخاطئه اللي هي شرب الماء البارد الابتداء فيه. انا بنصح بشرب ماء عادي درجه الحراره العاديه يعني او شويه يعني شويه بقى. طيب من تفضل دكتور تفضل اكمل الفكره. من الاشياء الثانيه برضو ال 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 من خلينا نقول البدء بكميات كبيره من الاكل. النصيحه اللي بنصحها هو ما يتماشى مع سنه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي اخذ الماء والتمر. وهنا في التمر بأنصح بتمرة واحدة، لا أنصح بكثير من التمر لأنه في سكريات كثيرة. وميزة التمر أنه سريع، هو والماء هم الوحيدين على فكرة اللي بيعبروا من المعدة من غير ما يكلف المعدة أي إشكالية. أي شيء بنزل على المعدة يا جماعة بيحفز إفراز حاجة اسمها البيبسي.
هذه هي اللي بتساعد في عملية الهضم. طيب. فأنا محتاج شيء ما يسبب لي هذا، طبعا محتاج 10 دقائق أو ربع ساعة، ولذلك لما أخذ ماء وأخذ تمرة وأروح أصلي وبعدين أرجع أكمل بالشوربة أو بحاجات ثانية، هنا أنا أعطيت فرصة للمعدة إنها تكمل هالإفرازات اللي حتساعدني في عمليات الهضم في أثناء موضوع الإفطار. طيب دكتور، يعني عملية رفع المناعة بالصوم قد لا تأتي مباشرة يعني كن فيكون، ولكنها عملية تدريجية. أيضا عملية الهدم لإضعاف هذه المناعة قد تأتي بصورة أسرع. ما الذي يجب أن نفعله في بقية اليوم وليس فقط في الإفطار؟ يعني السحور يعيننا على صيام ثاني يوم، ولكن أيضا قد يكون مهلكا للمعدة وللسكر وغيره. طيب أنا خليني أشكرك. موضوع السحور هي أهم وجبة بالنسبة لنا هنا في مناطق الحارة، وموضوع السحور وفي السحور بركة كما وصى الرسول صلى الله عليه وسلم. السحور يا جماعة الخير، أول حاجة إيش الأكبر خطأ؟ إنه بنبدأ نشرب كميات كبيرة جدا جدا من الماء. ليكن في معلومك يا سيدي بإنه الماء الكلية لا تستطيع فلترة أكثر من نص لتر من الماء في الساعة. يعني أي حاجة فوق النص لتر حيروح. وين حيروح؟ عفوا، حيطلع عن طريق البول أو شيء. معنى ذلك أي كميات كبيرة أنا بأخذها أكثر من النص لتر خلال الساعة هذه محدودة، فبالتالي أنا بحاول أشرب مي، وهذا مطلوب أن أشرب مي بشكل جيد، ولكن من بعد الإفطار إلى وقت السحور أحاول أقسم شرب الماء بشكل منطقي ومعقول، بحيث يكون من 10 إلى 12 كوب. من العادات الثانية أخذ مثلا أشياء فيها موالح، هذا شيء خاطئ، خطأ كبير، لأنه حيزود دخول الصوديوم جوا، يعني الصوديوم عفوا حيحتفظ بالماء جوا الخلايا، وبالتالي حيحسسك بالعطش، فبالتالي ابعد عن المخللات. من الأشياء برضو اللي ممكن يكون من الأخطاء شرب القهوة، شرب الشاي، هذه أشياء مدرة للبول. والدهون والمقالي يا دكتور، المحمر والمشمر لازم على على السفرة. والله شوفي، هذه الحلقة أنا كنت خايف إنه في كتير ناس حتكرهني، وأنا عارف إنه يعني شوف يا سيد، انت بدك تختار الصوم اللي انت بدك تصومه، هو صوم عباده ولا هو صوم عادات وتقاليد؟ اذا كان صوم عباده، ما في في صومنا الاسلامي هذا النوع من التبذير والاسراف، والمحافظه على الصحه هي جزء من العباده. المقالي فيها ماده اسمها البروكسين، وهي من السموم. انا بدي الصيام، ومن فوائده الرائعه هو التخلص من السموم. كيف هذه الفرصة أفوتها بأكل الأكثر من المقال والأكثر من الدهون وزيادة طيب. الوزن؟ هذه فرصة. تفضل دكتور سامح، خليني أسألك. في كبار بالعمر إلا الآن ما زال سحورهم هو عبارة عن الرز الأبيض والزبادي أو الروب، هل هذا جيد سيء؟ ميزاته وحسناته؟ أفضل أنواع الإفطار، عفوا السحور، اللي هو البروتين والألياف. بروتين والألياف. الحين أنا ماخذ، طبعاً خليه يكون في فكركم، أي حاجة منزوعة الدسم هي قليلة الملح. فإذا أخذت جبنة منزوعة الدسم معناتها قليل الملح. اللبن ممتاز، لو قدرت أحط عليه بعض في بعض زي الحبوب بعد ممتاز. الرز مثل الشوفان. نعم. خلينا على الرز دكتور، لا تروح بعيد. الرز جيد، بس رجاء عندنا البهارات. البهارات يعني احنا مثلا الرز زي البرياني او الرز اللي كتير عليه فلفل، هذا من الاشياء اللي غير مستحبه بصوره عامه. البهارات والفلفل والملح هي اشياء غير مستحبه على يعني رز ابيض يعني بالشعريه الحياه سعيده، ما في بهارات والحياه سعيده. او مسلوق زي ايه هو مسلوق. أيوة. تاكلوش احسن يعني من الخلاص. تزودوا، لا لا هاتوا ما اقدر. بدي تزودوا اللي هو شنو؟ البوتاسيوم. تاخذوا البوتاسيوم موز. يعني اذا في شيء مثلا الموز، المشمش المجفف، اللبن الزبادي، او اي عناصر غنيه بالبوتاسيوم، هذه حتكون يعني من المصادر الطبيعيه وليست مكملات غذائيه. مصادر الطبيعيه ممتازه جدا، وتمنع العطش.
هذا من الاشياء اللي انا بدي اياها، لانه عندي يوم طويل والدنيا صيف، فانا محتاج ان ما اشعر بالعطش، لانه العطش بعدين الجفاف والامور مثل هذه. اخذ البوتاسيوم عند السحور بكميات جيده. طيب. بالنسبه لاختي مروه لموضوع المكملات، بس انا بنصح عند الافطار إذا جاز، إذا قدرتوا إنكم تأخذوا أنزيمات بسموها أنزيمات الهضم، أخذ الأوميجا، أوميجا 3، أخذ البروبيوتيك، هي فكرة مش خاطئة وممكن إنها تساعد في عمليات الهضم بشكل، خصوصا مع نوعية الأكل اللي إحنا بنعمل. طيب أسئلة المشاهدين دكتور سريعا، هل صحيح أكل الموز يبعد الجوع والعطش؟ يمكن هذا السؤال جاوبت عليه دكتور. صحيح صح. نعم، انه الموز غني بالبوتاسيوم، وبالتالي اي شيء غني بالبوتاسيوم وارد انه يكون مساعد في التقليل من عمليه العطش. دكتور نعم. كيف اتفادى نوبات الصداع النصفي في رمضان؟ طيب الحين الصداع النصفي للعلم هو عده انواع، يعني مو نوع واحد. لازم طبعا اشكركم جدا جدا انكم انتم طرحتوا هذه المواضيع تبعت الصيام في الوقت الحالي قبل رمضان. لازم اي مرضى، مرضى السكري، مرضى الصداع النصفي، مرضى اي نوع من المرضى الامراض المزمنه، مراجعه اطبائهم والجلوس معاهم وشرح المواضيع. الصداع النصفي غير المنضبط والصداع النصفي العنقودي، هذول للاسف يمنع منه عنهم الصيام. لكن اذا كان الصداع بالامكان السيطره عليه، وهي عبارة عن نوبات بتيجي من فترة طويلة جدا، ويعني إلى حالات خاصة هذا يسمح بالصيام، لذلك لا يمكن إعطاء إجابة واحدة للجميع في مثل هذه المواضيع، لا يمكن. فأنصح وبشدة إنه مرضى الأمراض المزمنة بالرجوع للأطباء. طيب. في هذا الوقت، هو حتى مفترض قبل بشهر على طيب. أساس يقدر يرتبوا. دكتور هل الفواكه تبعد الجوع في رمضان؟ الفواكه والخضار غنية بالماء، غنية بالألياف، رائعة جدا، مصدر مائي، مصدر فيتامينات، أنصح بشدة أكل الخضار. على فكرة من الخضار الغنية بالماء الخيار والشمام والبطيخ طبعا، فلذلك هذول عند السحور حيكونوا مفيدين جدا جدا. طيب. شكرا جزيلا لك دكتور سامح القدرة، كان معنا من دبي استشاري طب الأسرة.